السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من مادة التأمينات الهندسية. وطبعا هنتكلم النهاردة عن موضوع اللي هو تأمين جميع أخطار التركيب. وقبل ما نتكلم عن موضوع الحلقة النهاردة، تعالوا نفتكر الحلقة اللي فاتت أخدنا إيه. أخدنا اللي هو تأمين معدات المقاولين البرية، واتكلمنا عن المبادئ المطبق عند تقدير التعويضات، وقلنا ان المبادئ هم مبدئين اللي هو مبدأ التعويض ومبدأ المشاركة. وبعد كده اتكلمنا ان احنا ازاي نفرق بين الحالات اللي انا باجي اعمل تعويض او بسدد فيه الاقساط. عندي اللي هو الحالة الاول، حالة اللي هو التأمين الكافي والتأمين فوق الكفاية والتأمين دون الكفاية. فاحنا لازم نفرق بين الثلاث حالات دول اللي هو التأمين الكافي، تأمين دون الكفاية، والتأمين فوق الكفاية. قلنا ان التأمين الكافي بنعرفه ازاي ان ده تأمين كافي. تأمين الكافي اللي هو مبلغ التأمين بتساوي قيمة الشيء موضوع التأمين. يبقى هنا الكافي ان هنا مبلغ التأمين بيساوي قيمة الشيء موضوع التأمين. طب لو هنا التأمين فوق الكفاية، فوق الكفاية، يبقى هنا مبلغ التأمين بيكون أكبر من قيمة الشيء موضوع التأمين. طب دون الكفاية، دون، يبقى هنا مبلغ التأمين بيكون أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين. لازم نفرق بين لو هو كافي يبقى بيساوي مبلغ التأمين بيساوي قيمة الشيء موضوع التأمين. فوق الكفاية يبقى هنا مبلغ التأمين بيكون أكبر من قيمة الشيء موضوع التأمين. دون الكفاية، دون، يبقى هنا مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين. لازم نحن نفرق بين الثلاث حاجات دول عشان نقدر نحل في المسائل الخاصة بمبدأ التعويض ومبدأ المشاركة. هنيجي بقى الحلقة النهاردة اللي هو تأمين جميع أخطار التركيب. ومن اسمها كده التركيب، يبقى هنا التركيب ايه؟ ان شركة التأمين بتعمل حماية، بتهدف وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب حماية تأمينية. بتعمل حماية تأمينية ايه؟ شاملة في ايه؟ في الخسائر او التلفيات اللي بتحصل اثناء تركيب. هركب ايه؟ هركب آلات، هركب معدات، هركب اي آلات او معدات خاصة بالمشروع بتاعي. يبقى احنا عرفنا ان احنا في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب هنا شركة التأمين بتعمل حماية تأمينية شاملة. حماية تأمينية شاملة لإيه؟ للخسائر أو التلفيات اللي بتحصل أثناء تركيب الآلات والمعدات. طب تعالوا مع بعض نشوف هو مفهوم وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب هو إيه؟ هو أنا بعمل وقاية، إن هنا بتقدم وقاية شاملة وكافية لجميع مواقع الأخطار المتعلقة بالتركيب الآلي والبنائي والتركيبات الصلبة لأي نوع. يبقى هنا بقدم، إن هنا شركة التأمين هي بتقدم وقاية شاملة وكافية لجميع مواقع الأخطار المتعلقة بالإيه؟ بالتركيب. طبعا هنا بتهدف وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب إلى تقديم الحماية التأمينية الشاملة. يبقى هنا شركة التأمين أو الوثيقة دي بتهدف إلى إيه؟ إن هي بتقدم لي حماية تأمينية شاملة من كافة الخسائر والتلفيات المادية الناتجة عن تركيب الماكينات والآلات أثناء أن أنا بركب الماكينات أو الآلات أو الإنشاءات المعدنية من أي نوع كان، مثل إيه؟ مثل تركيب الكباري أو تركيب المصانع الكاملة. وأصبح أحد الشروط الأساسية لموافقة البنك أو هيئات الائتمان على تقديم أي قرض للمشروع. يبقى هنا بقى شرط اساسي عشان اقدر ان انا اخد قرض من البنوك لازم يكون عندي وثيقة اسمها جميع اخطار التركيب، اللي هي وثيقة جميع اخطار التركيب. يبقى الهدف منه ان هنا شركة التأمين، هدف من وثيقة التأمين جميع اخطار التركيب ان هي بتقدم حماية تأمينية شاملة. عن ايه؟ عن التلفيات والخسائر اللي بتحصل اثناء تركيب الالات او المعدات في المشروع بتاعي او في المصنع بتاعي. طيب بقى هنا شرط اساسي لو انا هاخد قرض من البنك، ده شرط اساسي ان انا اقدم عشان اخد القرض لازم يكون عاملة وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب.
طب النقطة اللي بعد كده اللي هي أنواع وثائق تأمين جميع أخطار التركيب. أنا عندي كام نوع من أنواع الوثائق دول؟ هم ثلاثة. إيه هم الثلاثة دول؟ وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب العادية، تاني واحدة وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب والتأمين البحري، وتالت واحد تالت واحدة اللي هي وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب اللي هي التركيب بتاعتي. طيب هنيجي نشوفها اهو مع بعض. اول حاجه انواع وثائق التامين جميع اخطار التركيب، اللي هي وثيقه تامين جميع اخطار التركيب العاديه. تاني واحده وثيقه تامين جميع اخطار التركيب والتامين البحري. تالت وثيقه وثيقه تامين جميع اخطار التركيب والمقاولين. دول ثلاث انواع من وثائق تامين جميع اخطار التركيب، ثلاث انواع: العاديه والبحري والمقاول. هنا اول حاجه اللي هي وثيقه تامين جميع اخطار التركيب العاديه، ودي بتكون هي الشائعه الموجوده في مصر او ان احنا بنستخدمها، هي دي الوثيقه العاديه اللي بتستخدم اثناء تركيب المعدات والالات، فدي انا بستخدمها، دي العاديه. اما وثيقه تامين جميع اخطار التركيب والنقل البحري، هنا بيبقى ايه؟ بتأمن على النقل البحري او النقل البري، والنقل البحري من الميناء للوصول اللي هو هيستلم الآلات لحد الوصول للموقع، وبرضك بيأمن على اثناء التركيب. طب تالت نوع اللي هو التركيب والمقاول، بيأمن على مقاولة المشروع، وتاني حاجة مقاولة التركيب. في ناس بتفضل ان هم يعملوا الوثيقة دي وثيقتين، مش وثيقة، وثيقة خاصة بالمقاولة اللي هو وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين، والوثيقة التانية اللي هي خاصة بالتركيب. طب تعالوا مع بعض نشوف كل وثيقة بتتكلم عليها ازاي. اول وثيقة اللي هي وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب العادية، طبعا زي ما احنا قلنا ان هي الوثيقة الشائعة والأكثر تداولا في السوق المصري، هي اللي بتتداول في السوق المصري، وبتبدأ التغطية التأمينية وفقا لهذه الوثيقة منذ لحظة وصول الآلات إلى موقع العمل، أي تبدأ من فترة التخزين حتى انتهاء عملية التركيب وإجراء تجارب التشغيل والاختبار. يبقى هنا في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب العادية، هنا بتكون شائعة وهي بتكون متداولة في السوق المصرية. تاني حاجة ان هو بالنسبة للتغطية التأمينية، انا بعمل التغطية التأمينية اثناء ايه؟ اثناء تخزين الآلات والمعدات. انا ما باجي خلاص انا اشتريتها من المورد بتاعي، فلما اشتريتها وخزنتها، هنا الوثيقة بتبدأ التغطية بتاعتها من بداية التخزين. من بداية الايه؟ التخزين، مش من بداية التركيب، لا، دي من بداية التخزين. وبعد ما بخزنها انا كده الوثيقة بدأت ان هي تكون بغطي على الالات والمعدات دي. طب بعد ما اتخزنت انا باجي ارتكبها، فهنا برضك الوثيقة بتبقى شغالة حتى بعد ان انا بجرب الالات والمعدات، فهنا دي بتكون خاصة بوثيقة تأمين جميع اخطار التركيب العادية. دي اول ايه؟ اول وثيقة من الوثائق. طب تاني وثيقة اللي هي وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب والبحري. هنا دي بتكون ايه؟ هي بتكون التغطية بتكون من اول من المورد لحد الوصول للميناء، ومن الميناء حتى وصول للميناء اللي هو الخاص بالمستخدم او اللي هو هياخد منها الالات والمعدات، وبعديها برضك بتغطي اللي هو لحد ما توصل للتخزين وتركيب الالات. طب هنيجي نشوف اهو التانية اللي هي وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب والتأمين البحري. هنا بيقولك بتغطي اخطار ايه؟ النقل البري والنقل البحري واثناء التركيب اللي هي والصيانه. لو احنا شفناه اهو، هو بتغطي اخطار النقل البري من مصنع المورد حتى ميناء التصدير، ثم تغطيه اخطار النقل البحري اللي هو من ميناء التصدير حتى ميناء الوصول، ثم تغطية أخطار تجارب بدء التشغيل. إن هي بتغطي برضه أخطار تجارب الإيه؟ التشغيل. يبقى هنا في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب والتأمين البحري، هي بتغطي على ثلاث حاجات:
اختار النقل البري واختار النقل البحري واختار التجارب بدء التشغيل. بتصدر هذه الوثيقة على أساس قواعد معينة أو على أسس وقواعد معينة. إيه هو؟ أول حاجة يتم تسعير كل خطر من الأخطار التي تغطيها منفردا عن الآخر. يبقى هنا بسعر كل خطر من الأخطار على حدة. إحنا عندنا في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب والتأمين البحري هما بتغطي كم خطر؟ هما بتغطي 3 أخطار. إيه هما الـ3 أخطار؟ اللي هو النقل البري والنقل البحري وأثناء التشغيل إن أنا بشغل الآلات بتاعتي. هنا دول 3 أخطار إن هي بتغطيها، فكل خطر أنا بسعر كل خطر من الأخطار الـ3 الموجودين عندي. يبقى من القواعد بتاعتي أو الأسس إن أنا لازم أسعر كل خطر من الأخطار الـ3، مش بعمل هي وثيقة واحدة ومش بقول إن أنا هسعر الإيه الـ3 أخطار مرة واحدة، لأ، هو كل خطر ليه سعر معين إن أنا بحدد السعر بتاعه. طب النقطة التانية، هنا يجب أن تصدر هذه الوثيقة بكل أجزائها من شركة واحدة. هنا لازم إن الوثيقة دي تصدر من شركة واحدة، ما ينفعش إن أنا أصدرها من كذا شركة. الوثيقة هي الوثيقة بتعمل 3 أخطار، ما ينفعش تقولي إيه إن أنا هعمل الجزء الخاص بالنقل البري شركة، والجزء التاني الخاص بالنقل البحري شركة، والجزء التالت اللي هو الخاص بالتشغيل لشركة. لأ، هو لازم من الشروط او الاسس الخاصه بوثيقه تامين جميع اخطار التركيب والتامين البحري ان هنا الوثيقه تصدر من شركه واحده. تصدر من ايه؟ من شركه واحده. طب النقطه اللي بعد كده، هنا بيقولك تصدر هذه الوثيقه بشرط خاصه تتناسب مع مراحل تغير وتنوع التغطيات من فتره لاخرى، ابتداء من تحميل الآلات من بلد المورد حتى يتم وصولها لبلد المشتري وتركيبها وتجربتها. ان هنا الوثيقة دي هي بتصدر الوثيقة بشروط خاصة بتتناسب مع مراحل التغير وتنوع التغطية. يبقى هنا الوثيقة دي بتكون ليها شروط خاصة بتناسب ايه؟ بتناسب المراحل الـ3 اللي احنا قلناهم، اللي هو النقل البحري والنقل البري واللي هي التجارب والتشغيل والتركيب. يبقى الـ3 حاجات دول، فهنا الوثيقة لازم تناسب او بيكون ليها شروط خاصة لازم تناسب الـ3 حاجات او 3 مراحل اللي هي بتمر بيها الوثيقة. النقطة اللي بعد كده اللي هي او الوثيقة الثالثة اللي هي وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب والمقاولين. التركيب والمقاولين هما في ناس كتيرة بتفضل ان هي تفصل الوثيقة دي لوثيقتين، اللي هي وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين اللي احنا خدناهم في الحلقات اللي فاتت، ووثيقة تأمين جميع اخطار التركيب. هما يفصلوا الوثيقتين دول الوثيقة لوثيقتين. طب هنا بتقولك ان ايه؟ ان تصدر هذه الوثيقة للمقاولين ذو الاختصاصات الكبيرة والذين يعملون بصفة دائمة في أعمال البناء والتشييد وتركيب الآلات. يبقى هنا دي خاصة بالمقاولين اللي هم بيشتغلوا أو ذو الاختصاصات الكبيرة اللي هم بيشتغلوا بصفة دائمة في أعمال البناء وتركيب الآلات. ومع ذلك هنا بتفضل أغلب شركات التأمين في الفصل هذه الوثيقة إلى وثيقتين، أحداهما لأعمال المقاولة والأخرى لعملية التركيب، وخاصة إذا كانت قيمة الآلات المراد تركيبها بتزيد عن 50% من قيمة عقد المقاولة. يبقى هنا في بعض أو في أغلب الشركات التأمين هم بيحبوا إن هم يفصلوا بين الوثيقتين إلى الوثيقة إلى وثيقتين. هنا بيحبوا ليه يفصلوها؟ علشان ممكن بيكون قيمة الآلات الموارد تركيبها بتزيد عن 50% من قيمة عقد المقاولة. عندي أنواع الأعمال الإنشائية وتحت التركيب. هنا يمكن تقسيم الأعمال الإنشائية وتحت التركيب إلى أول حاجة أعمال البناء، تاني حاجة أعمال الهندسة المدنية، تالت حاجة أعمال الهندسة الميكانيكية، وآخر حاجة اللي هي معدات وماكينات الإنشاء. هنا دول 4 أنواع للأعمال الإنشائية.
هناخد كل نوع من الانواع دي على حدة. اول نوع اللي هو اعمال البناء، هنا المقصود بها اعمال الانشاء المستوفاه لشروط الحمايه من العوامل الطبيعيه، مثل المباني محطات القوه او مباني عنابر الانتاج في مواقع التركيب، والتي من الممكن ان تتعرض للمخاطر الناشئه عن اعمال التركيب. يبقى هنا انا اعمال البناء، هم اعمال البناء دي من اسمها كده اعمال البناء، هي خاصه بايه؟ خاصه بالمباني، مباني العنابر اللي انا بعملها للمصانع او للشركات بتاعتي، فهي دي خاصه باعمال البناء اللي انا بعملها عشان اعمل المخاطر اللي ممكن تتعرض لها اثناء تركيب الالات. اثناء تركيب الايه؟ الالات. ما ممكن اثناء تركيب الالات يحصل مثلا انفجار مثلا، فهنا المبنى كده هيتاثر ولا لا؟ اكيد طبعا هيتاثر. فهنا اعمال البناء دي من الخاصه بيها او بتكون خاصه بموقع التركيب. النوع الثاني اللي هو الاعمال الهندسيه المدنيه، وان تخصص الهندسه المدنيه بيشمل في مجال تطبيقها اعدادا واسعا من الاعمال، كأعمال إنشاء الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الخدمات الأخرى، مثل أعمال تركيب الأنابيب الناقلة للغاز أو ومشروعات نقل الطاقة الكهربائية وأعمال الكسور والسدود والإنفاق والأرصفة البحرية والنهرية ومشروعات الري. يبقى هنا دي الأعمال الهندسية المدنية اللي هي بتخص مجال تطبيقها، اللي هي إنشاء الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات ايه الخدمات الاخرى. النوع الثالث اللي هي اعمال الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه، من اسمها كده ميكانيكيه وكهربائيه، يبقى هنا خاصه بايه؟ بالمحطات الكهربائيه، خاصه بالمصانع البتروكيميائيه، بالافران صهر المعادن، كل دي المشاريع او بتشمل مشاريع اعمال التركيبات الخاصه بالمصانع. يبقى هنا دي خاصه بالايه؟ بالمصانع والشركات اللي هي خاصه بالمحطات الكهربائيه او الكهرومائيه، او مثلا اللي هو الحاجه الخاصه بالكهربائيه او الميكانيكيه وافران صهر المعادن. النوع اللي بعد كده من الانواع اللي هو معدات والماكينات الانشاء، هنا بتشمل المعدات والالات المستخدمه في عمليات الانشاء، كما تشمل ماكينات بنيه المعدات وماكينات ذات الحركه الذاتيه. دي المعدات والماكينات الايه؟ ماكينات الانشاء. عندي هناخد بعد كده اللي هي مدة التغطية التأمينية. مدة التغطية التأمينية هي بتختلف من وثيقة إلى التانية، وخلي بالكم إن احنا مدة التغطية التأمينية احنا اتفقنا إن احنا عندنا كم نوع من وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب، هما ثلاثة. يبقى كل وثيقة بتختلف في مدة التغطية التأمينية من وثيقة لإيه؟ للتانية. في وثيقة بتبدأ من ساعة التخزين لحد ما أنا بركب وبجرب فيها، وفي تاني مدة التغطية التأمينية ان انا ممكن ان انا اعمل اثناء الايه التشغيل او اثناء من ساعة ما تطلع من ميناء المورد بتاعي. طب هنيجي مع بعض نشوف اللي هي مدة التغطية، ان هو عندي 4 مراحل اللي هي فترة التخزين، فترة الصيانة، فترة التجارب، وفترة التركيب. يبقى هنا مدة التغطية التأمينية يمكن تقسيم مدة التغطية الى مراحل التالية: المرحلة الأولى اللي هي فترة التخزين، المرحلة الثانية اللي هي فترة التركيب، المرحلة الثالثة فترة التجارب، والمرحلة الرابعة فترة الصيانة. هناخد أول فترة اللي هي فترة التخزين. هنا بيراعي أن يكون التخزين في موقع العمل بطريقة سليمة أو في مخازن مخصصة لهذا الغرض بعيدا عن المشروع، ويجب أن تكون شركة التأمين على علم بذلك قبل بدء التأمين. يبقى هنا فترة التخزين هما بيفضل إن هنا التخزين أو المخزن ده بيكون قريب من المشروع بتاعي، ولازم يكون المخزن ده آمن عشان أقدر إن أنا أخزن فيه الآلات والمعدات بتاعتي.
وتاني حاجة لازم من هنا شركة التأمين تكون على علم بمكان التخزين. ما ينفعش ان انا اخزن الآلات والمعدات في مكان هي شركة التأمين ما تعرفش فيه. طب لو حصل هنا حريم مثلا في الآلات او في التخزين ده او في المخزن ده، هنا شركة التأمين هتعوض؟ لا طبعا هنا شركة التأمين ما هتعوضش. ليه؟ لان هي ما تعرفش مكان التخزين، هي ما كانتش تعرف مكان التخزين. فهنا كده لو حصل اي خطر او اي تلفيات للآلات والمعدات المخزنة، هنا شركة التأمين مش هتعوض عليها. يبقى هنا لازم من الشروط ان مكان التخزين يكون معروف ويكون آمن، ومعروف لمين؟ لشركة التأمين. المرحلة التانية اللي هي فترة التركيب. فترة التركيب دي ان هنا شركة التأمين بتأمن على او بتبدأ هذه الفترة من بداية عملية التركيب او بدء تنفيذ الاعمال اللازمة لعملية التركيب، وبتنتهي بانتهاء عملية التركيب. يعني انا بدأت اول ما ببدأ ان انا اركب الآلات والمعدات، هنا دي فترة اسمها فترة التركيب. طب بتنتهي امتى؟ بتنتهي ما انت بتنتهي من تركيب الآلات. يبقى هنا بتبدأ عند بدء تركيب الآلات، طب وتنتهي عند الانتهاء من تركيب الايه؟ من تركيب الآلات. طب الفترة اللي بعد كده اللي هي فترة الايه؟ فترة التشغيل او فترة التجارب. ان انا هي بعد خلاص انا ركبت، هبدأ ان انا اجرب الآلات والمعدات دي، هل هي شغالة ولا لا؟ فهنا الفترة دي بتبدأ من بداية التشغيل حتى ان هي المفروض ان انا لحد ما اشوف ان انا هجربها بتكون 4 شهور. اهو لو احنا شفنا اهو ان هنا يجب الا تتعدى فترة التجارب والاختبار 4 اسابيع. يبقى هنا لازم التجربة ان انا ما تتعداش فترة التجربة والاختبار 4 اسابيع من تاريخ انتهاء التركيب، حسب نوع المشروع او التركيبات. يبقى هنا بيتحدد نوع فترة التجربة على حسب نوع المشروع والتركيبات، بس هنا لا يتعدى التجارب أو فترة التجارب والاختبار 4 أسابيع. المرحلة الرابعة اللي هي فترة الصيانة. هنا بتنص معظم عقود جميع أخطار التركيب على التزام الجهة التي تدير المشروع بعملية إجراء أعمال الصيانة لأشياء التي تم تركيبها بعد تجربها وتسليمها للمالك. ومع ذلك فإن من الممكن أن تمتد مدة التغطية التأمينية لفترة الصيانة، بس هنا بيبقى قسط إضافي ملحق خاص بالإيه؟ بالوثيقة. يبقى هنا في عقود جميع أخطار التركيب ان هنا بتلتزم الجهة ان هي بتدير المشروع بعملية اجراء عملية الصيانة للاشياء اللي تم تركيبها بعد تجربتها وتسليمها للمين؟ للمالك. بس هنا فترة الصيانة بتكون بقسط ايه؟ بقسط اضافي. ان انا ممكن امد التغطية التأمينية لفترة الصيانة بقسط اضافي ملحق خاص بالايه؟ خاص بالوثيقة. يبقى هنا زي ما احنا عارفين اللي هي مدة التغطية هي كم مرحلة، احنا قلنا ان هم 4 مراحل. طب ايه هم؟ انا سامعاكم شطار بتجاوبوا معايا، بتقولوا اول مرحلة اللي هي مرحلة الايه؟ مرحلة التخزين، وتاني حاجة مرحلة التركيب، تالت حاجة مرحلة التشغيل او التجارب، واخر حاجة مرحلة الصيانة. قلنا ان مرحلة التخزين لازم يكون المكان امن ولازم يكون معروف لشركة التأمين. طب هنا مرحلة الايه؟ مرحلة التركيب. هنا بتبدأ المدة من بداية التركيب وبتنتهي التغطية بتاعتي، بتنتهي في انتهاء ان انا اركب الالات والمعدات. طب المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التجارب، ان انا ببدأ ان انا اجرب الالات والمعدات اللي انا ركبتها. طب لا تتعدى المدة قد ايه؟ 4 اسابيع. لا تتعدى كام؟ 4 اسابيع. واخر حاجة اللي هي مدة الصيانة، والمدة الصيانة او مرحلة الصيانة دي بتبدأ ان انا اعمل صيانة على الالات والمعدات اللي انا جربتها. فهنا المدة الصيانة دي ممكن تمتد، بس هنا بيكون في كوست اضافي بنحطه في الوثيقة، بيبقى ملحق بالوثيقة. دي اللي هي مدة التغطية التأمينية الخاصة بتأمين جميع أخطار التركيب. طب هنشوف النقطة اللي بعد كده اللي هو موضوع التأمين. هو موضوع التأمين ده خاص بإيه؟
مش احنا قلنا ان احنا هنركب الالات والمعدات، يبقى هنا موضوع التامين خاص بتركيب الالات والمعدات الخاصه بالمشروع. هنشوف اهو مع بعض. يعني هذا التامين بكافه انواع التركيبات، ويمكن تقسيمها الى اول حاجه تركيب ماكينات او الات انتاجيه مثل الات المصانع، ماكينات النسيج او الطباعه، اضافه خطوط انتاجيه جديده، احلال اله انتاجيه اخرى. تاني حاجه تركيب ماكينات او اجهزه او وحدات فرديه او مستقله التشغيل الغير انتاجيه مثل مولدات الكهرباء، الغليات البخاريه ومحولات الكهرباء. عندي برضك من الانواع دي اللي هي موضوع التامين اللي هي التركيبات المعدنيه مثل الكباري المعدنيه وابراج توليد الكهرباء. عندي برضك التركيبات الخدميه مثل وحدات التكييف المركزيه، المصاعد والتجهيزات الكهربائيه. عندي التركيب الهندسيه او التركيبات الهندسيه مثل قواعد واساسات الماكينات، مصاريف إزالة المخلفات والمسؤولية المدنية قبل الغير. دي كلها خاصة بموضوع التأمين. يبقى احنا عرفنا هنا الموضوعات او موضوع التأمين هي خاصة بالآلات والمعدات اللي انا بركبها، خاصة بقى هنا بمحطات الكهربائية، بالري، بالكباري، بالشبكات الصرف، كل دي خاصة باللي هو موضوع التأمين، ان انا بأمن عليها في وثيقة التأمين جميع اخطار التركيب. طب هنيجي بقى اللي هو المؤمن له. هم مين المؤمن له؟ المؤمن لهم ممكن ان هم يكونوا اللي هو المقاول او صاحب المنشأة الخاصة بتركيب الآلات والمعدات. فهنا هنشوف اهو، هو المقاول التركيب اللي هو بيركب الالات والمعدات، مقاول الايه التركيب او مصنع المنتج للاشياء المراد تركيبها، اذ ما كان هو القائم بعمليه التركيب. يبقى هنا مين المؤمن لهم؟ هو مقاول التركيب او مقاول الباطن. تاني حاجه اللي هو مصنع المنتج للاشياء المراد تركيبها، إذ ما كان هو القائم بعملية التركيب. ممكن هنا المصنع أو المنتج اللي هو بيصنع الآلات والمعدات هو الممكن اللي يكون هو اللي بيركب الآلات والمعدات دي، هو بيتفق مع صاحب المنشأة اللي أنا هركب فيها الآلات، هو بيتفق معاه إن هو اللي هيركب، المصنع ده هو اللي هيركب الآلات والمعدات. في مصنع يقول لك لأ أنا بنتج بس، أنا مش بركب. يبقى أنت بتجيب مثلا المقاول التركيب أو مقاول من الباطن هو اللي بيركب لك الآلات والمعدات الخاصة بالمنشأة أو المصنع اللي أنت بتفتحه. طب هنا عرفنا المؤمن له. طب امال مين المؤمن؟ المؤمن شطار، انت بتقول ان المؤمن ده هي مين؟ هي شركة التأمين. طب هنشوف النطاق التغطية التأمينية الخاصة بتأمين جميع اخطار التركيب. عندي في نطاق التغطية التأمينية عندي قسمين، اللي هو التلف المادي وتاني حاجة المسؤولية المدنية قبل الغير. يبقى نطاق التغطية التأمينية لوثيقة تأمين جميع أخطار التركيب هما قسمين، القسم الأولاني اللي هو التلف المادي، والقسم الثاني المسؤولية المدنية قبل الغير. هناخد أول حاجة اللي هو القسم الأول، التلف المادي. هنا بيقولك بموجب الوثيقة إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية التأمينية اي خساره ماديه او تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي ينشا عن اي سبب بخلاف تلك الاسباب المستثناه على وجه التحديد وبطريقه تستدعي الاصلاح او الاستبدال، يقوم الشركه بتعويض المؤمن عن هذه الخساره او التلف
وفق لما هو منصوص عليه ويشمل التعويضات ما يلي. يبقى هنا لازم الحادث ده زي ما احنا اتفقنا، لو حصل اي حادث او اي خسارة او اي تلفيات لازم يكون مفاجئ وغير متوقع، لازم يكون مفاجئ وغير ايه متوقع. شركة التأمين مش هتعوض الشخص او المقاول ده عن الخسائر والتلفيات لو هو كان عارف ان هو هيحصل خسارة او هو ما تفاجئش بالخسارة دي او بالتلف ده، لا، لازم هنا الخسارة دي تكون مفاجئة وغير ايه وغير متوقع. طب ايه هي التعويضات اللي انا هيقدر تشملها التعويضات؟ اول حاجة اعمال التركيب، مش احنا اتفقنا ان هنا انا بركب الالات والمعدات، فهنا التعويض بيشمل ايه؟ اعمال التركيب، بيشمل اعمال الايه؟ اعمال التركيب. وهنا بتشمل اعمال التركيب زي ايه؟ هنا الاشياء المراد تركيبها، النولون. يعني ايه النولون؟ اي مصروفات النقل حتى موقع التركيب، الرسوم الجمركية واي رسوم اخرى، تكاليف التركيب، كل دي التعويض بيشمله، بيشمل الأشياء المراد تركيبها، النولون اللي هي مصاريف النقل الخاصة بموقع التركيب، والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى وتكاليف التركيب. طب تاني حاجة اللي هي الأعمال المدنية أو الإنشائية أو المباني المتضمنة في عمليات التركيب. تالت حاجة اللي هي مصروفات إزالة الحطام، يبقى هنا التعويض بيشمل مصروفات إزالة الحطام أو الأنقاض الناتجة عن وقوع حادث. برضك بتشمل التعويض الممتلكات المحيطة أو المنشآت القائمة بموقع التركيب. يبقى هنا هي خاصة بالممتلكات المحيطة والمنشآت القائمة بموقع الإيه؟ التركيب. هل في استثناءات خاصة بالقسم الأول؟ طبعا. يعني ايه الاستثناءات؟ هنا الاستثناءات الخاصة بالقسم الأول، طب هو القسم الأول ايه هو؟ اللي هو التلف المادي. طب ايه هي الاستثناءات؟ الاستثناءات ان شركة التأمين مش بتعوض عليه. طب ايه هي الاستثناءات دي؟ ان اللي تكون شركة التأمين في جميع الأحوال مسؤولة عما يلي. هي مش مسؤولة عن ايه؟ عن الخسائر التبعية من اي نوع او صفة او كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناتجة عن التأخير او عدم اتمام العمل. هنا شركة التأمين ملهاش دعوة بالجزاءات او الغرامات او ان هنا ان انا ما كملتش العمل او التأخير، هنا كده شركة التأمين مش بتعوض عليها. تاني حاجة من الخسائر الخاصة بالقسم الاول اللي هو التلف المادي، اللي هي الخسائر والاضرار الناتجة عن أخطاء في التصميم مثل عيوب الصناعة. هل هنا شركة التأمين هتعوض عن اللي هو عيب في الصناعة أو خطأ في التصميم؟ لا طبعا، هي شركة التأمين مش هتعوض، هتشوف مين المتسبب أو مين اللي هو متسبب في الخسارة دي، هي اللي يتحملها مش شركة التأمين. تالت حاجة اللي هو الاستهلاك التدريجي مثل التآكل والصدأ. هنا التآكل والصدأ ده بيبقى خاص بالتخزين، ممكن يبقى هنا التخزين خطأ، هو خزن خطأ فحصل تآكل أو حصل صدأ، فهنا شركة التأمين مش بتعوض. أو حصل الاستهلاك التدريجي ان هو فضل بيستهلك حتى تآكل أو حصل صدأ في الماكينات. عندي النقطة اللي بعد كده اللي هو الخسائر والتلفيات التي تكتشف أثناء عملية الجرد. لو حصل أثناء عملية الجرد لقينا في خسائر أو تلفيات اكتشفت أثناء عملية الجرد، هنا شركة التأمين مش هتعوض عليها. طب إيه هي الأحكام التي تطبق عليها أو تطبق على القسم الأول اللي هو التلف المادي؟ عندي أول حاجة مبالغ التأمين، تاني حاجة أسس تسوية الخسائر، تالت حاجة التغطيات الإضافية، وآخر حاجة اللي هي الممتلكات المحيطة. هناخد أول حاجة اللي هي مبلغ التأمين. هنا مبلغ أو مبالغ التأمين عن أعمال التركيب ويتكون من قيمة الفواتير للأشياء المراد تركيبها، قيمة النولون اللي هو أي مصروفات النقل من الخارج وحتى موقع التركيب، هنا تكاليف ومصاريف ومصروفات التركيب،
وقيمة الرسوم الجمركية. يبقى هنا مبلغ التأمين هو بيتحدد فيه الأعمال التركيب الخاصة بإيه؟ الخاصة بإن أنا أشوف الفواتير الخاصة بالتركيب، أشوف مصاريف الرسوم أو الجمركية، بشوف مصاريف التركيب، بشوف قيمة النولون. تاني حاجة مبالغ التأمين عن الأعمال المدنية أو الإنشائية والمباني، وبيقدر مبلغ التأمين كما يلي: اشوف قيمة او تمن العقد، هو تمن العقد كام او قيمة العقد كام. تاني حاجة بشوف قيمة المواد والمهمات التي يقوم المالك بتوريدها بمعرفته. تالت حاجة اللي هي مصروفات ازالة الحطام او النقاط الناتجة عن وقوع حادث، ويجب الا يتعدى هذا المبلغ 10% من قيمة أعمال التركيب والأعمال المدنية. يبقى هنا لا يتعدى 10% يعني أنا بعمل هنا المصاريف إزالة الحطام أو الأنقاض، بس ما تعداش كام؟ 10%. طب لو تعدى 10% هنا شركة التأمين مش هتعوض عليها. تاني حاجة يبقى احنا خدنا أول حاجة اللي هو ايه من الأحكام، أول حاجة مبالغ التأمين. يبقى أول حاجة من الأحكام اللي هو في وثيقة التأمين جميع أخطار التركيب في القسم الأول اللي هو التلف المادي، قلنا أول حاجة اللي هو مبالغ التأمين. طب تاني حاجة أسس التعويض. أسس التعويض ده إن أنا بشوف هقدر إن أنا أعوض الشخص ده. اتفقنا لو حصل أي تلف أو أي خسارة لازم يكون مفاجئ وغير متوقع، ولازم يكون المؤمن له بيسدد أو بيدفع الأقساط في مواعيدها، عشان أقدر لو حصل أي خسارة أو أي خطر تقدر هنا شركة التأمين تعوض الشخص ده وتعمل تسوية للتعويضات الخاصة بالتلفيات أو الأخطار الإيه أو التلفيات أو الحادث اللي حصل. طبعا بتختلف هنا، ما بتختلفش أسس تسوية التعويضات عن وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين عن وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب. الأسس زي واحدة، زي ما احنا اتفقنا هي واحدة، إن أنا بعوض الشخص ده، بشوف لو هنا التركيبات ممكن أقدر إن أنا الآلات والمعدات دي تكون التلف بتاعها جزئي، أقدر إن أنا أصلح الآلة دي، فهنا دي ممكن ان انا شركة التأمين تصلح الآلة دي وترجعها لزي ما كانت. ممكن يبقى هنا تلف كلي، تلف كلي يبقى هنا بتبدأ شركة التأمين تجيب هنا آلة زيها بالظبط مكان الآلة اللي هي حصل تلف كلي. يبقى انا عندي حالتين، يا اما الحاله الاولى في تسويه التعويضات ان الاله دي مثلا هي حصل لها تلف جزئي، ممكن ان انا اجيب جزء منها وخلاص ان انا هركبها وتفضل زي ما هي. ممكن هنا التلف يبقى كلي ان الاله كلها تتدمر، فهنا شركه التامين بتعوض ان هي بتديله ثمن الاله كلها على حسب مبلغ التامين، هل هو كافي ولا دون الكفايه ولا فوق الكفايه، على حسب مبلغ التامين بتقدر ان هي تحسب بيه. طبعا اتكلمنا قلنا ان اسس تسويه التعويضات لا تختلف عن وثيقه تامين جميع اخطار التركيب ووثيقه تامين جميع اخطار المقاولين. هنيجي بعد كده اللي هي التغطيات الاضافيه. يمكن ان احنا نغطي الوثيقة المصاريف الاضافية لأوقات العمل الاضافي والعمل الليلي والعمل اثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع، بشرط حصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة. التغطيات الاضافية دي بتكون ملحقة مع الوثيقة، هنا بتكون خاصة مثلا لو انا هشتغل ليلي، انا هي في عمال هيجوا يشتغلوا يركبوا ليلي، او في هيشتغلوا في الاجازات او في المواسم او هنا لازم ان انا ابلغ شركة التأمين، ولازم هنا شركة التأمين توافق كتابيا، مش انا ابلغها شفويا كده فانا كده هاخد. طب ما ممكن يحصل اي حادث او اي تلف او اي خسارة اثناء العمل مثلا ليلي، فهنا شركة التأمين تقول لك لا انت ما بلغتنيش، او انا ما اعرفش ان انت شغال ليل، او انا مش عارفة ان انت بتشتغل في الاجازات. فلازم ان انت تعمل هنا تبلغ شركة التأمين، ولازم تاخد موافقة كتابيا، لازم تاخد موافقة ايه كتابيا. دي اللي هي المصاريف او التغطية الاضافية. التغطية الايه؟ الاضافية. طب والتغطية الاضافية دي انت بتدفع قسط اضافي عليها. طب النقطة اللي بعد كده اللي هي الممتلكات المحيطة.
هنا بتعني الخسائر والأضرار التي تحدث للممتلكات الواقعة أو المجاورة للموقع التابع لا أو تحت إشراف أو حيازة أو إدارة المالك أو المقاول، ويمكن إن أنا أغطيها في حالة وقوع ضرر لها كنتيجة مباشرة لتركيب أو إنشاء أو تجربة البنود المؤمن عليها، بشرط أن يكون ذلك أثناء فترة التغطية، وبشرط أن يحدد لها مبلغ التأمين منفصل الممتلكات المحيطة. يبقى أنا هنا أنا بركب مثلا في الموقع بتاعي، ففي حواليا أماكن أو ممتلكات خاصة بالمقاول مثلا، أو بالمقاول أو بالشركة أو بأي حاجة، فهنا بتكون بتغطيها، بس لازم إن أنا أضيف مبلغ التأمين للممتلكات المحيطة ليها، لازم أضيفها في شركة في الوثيقة الخاصة بيها، وتكون منفصلة، يعني مبلغ التأمين بيكون منفصل عن الوثيقة بتاعتي أو مبلغ التأمين الخاص بيا. طيب ده كان القسم الأول اللي هو التلف المادي. طب القسم الثاني اللي هو المسؤولية المدنية الغير، المسؤولية المدنية قبل الغير، المسؤولية المدنية قبل الإيه؟ الغير. يعني إيه المسؤولية المدنية قبل الغير؟ أنا هنا حصل حادثة في الموقع بتاعي، فهو أثر على مثلا المكان اللي جنبي أو الموقع اللي جنبي أو المصنع اللي جنبي، فالمصنع اللي جنبي ده مش تبعي، ده تبع حد تاني، فهنا كده شركة التأمين بتعوض المسؤولية المدنية قبل الغير، يعني الأشخاص اللي هنا بعيد عن المقاول. هنا اتضرر مثلا، حصل اثناء التركيب حصل انفجار، فهنا اثر على المبنى المجاور ليا، فالمبنى ده مش خاص بيا، فهنا شركة التأمين تبدأ ان هي تعوض الشخص او الشخص المسؤول عن المبنى ده. مثلا هو بيحصل تركيب الآلات والمعدات، وقع مثلا حاجة على شخص وهو ماشي او كده، فهنا دي اتصاب جسمانيا اي حاجة، فهنا شركة التأمين تبدأ ان هي تعوض عليها. طب هنيجي نشوفها اهو مع بعض. هنا بتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له وبحد اقصى مبالغ التأمين المحددة بجدول الوثيقة عن اي مبالغ يكون المؤمن له مسؤول عن دفعها قانونا. يبقى المؤمن له هو اللي بيكون مسؤول عن دفعها قانونا، كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول، وبتقع في موقع العمل أو في مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية، وينتج عنها يا إما الإصابات الجسمانية أو الخسائر والتلفيات اللي بتلحق بالممتلكات الإيه؟ بممتلكات الغير. يعني ممكن إن أنا يحصل إصابة جسمانية أو الخسائر والتلفيات اللي بتلحق بممتلكات الإيه؟ ممتلكات الغير. هنا أسعار التأمين بيكون هنا السعر في صورة نسبة في الألف، وبيغطي مدة التنفيذ بالكامل بما فيها مدة التجارب مضافا لها فترة الصيانة إن وجدت، ويشمل هذا السعر الأخطار الإضافية التي يتم تغطيتها بملحق خاص للوثيقة. أما هنا القسط بيتم احتسابه بحاصل ضرب السعر في مجموع مبالغ التأمين الخاصة بالوثيقة. يبقى هنا قسط التأمين بحسبه ازاي؟ بضرب السعر في كم مبالغ او مجموع مبالغ التأمين، السعر في مجموع مبالغ التأمين عشان اقدر اطلع الايه القسط. طب مجموع مبالغ التأمين بيكون ايه؟ مبالغ التأمين الخاصة بالآلات والمعدات اللي انا بعملها، زائد في هنا قلنا قسط اضافي، ان انا بيبقى في اقساط اضافية زي مثلا لو انا هفتح او هركب مثلا ليلي او في الاجازات او في المواسم، فهنا كده ببدأ ان انا ادفع قسط ايه؟ قسط اضافي. عندي العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد السعر لتأمين جميع أخطار التركيب. هنا السعر بيتحدد أو في عوامل بتؤخذ في الاعتبار عشان أقدر إن أنا أحدد السعر التأمين جميع أخطار التركيب، اللي هما إيه بقى؟ أول حاجة نوع المشروع، مقاول التركيب،
تحليل قيمة الأعمال، خريطة الانسياب الإنتاج على الماكينات، جدول الزمني للتركيب، وكروكي موقع المشروع. يبقى هنا أنا بحدد السعر على أساس إيه؟ على أساس اللي أنا قلته دلوقتي، نوع المشروع. نوع المشروع ده هو اللي بيحدد لي سعر التأمين، هو اللي بيشوف المخاطب بتاعتي. لو أنا هعمل مشروع مثلا بالترول، فهنا درجة الخطورة بتاعتي كبيرة قوي عن إن أنا هعمل مشروع مثلا هركب آلات بتاع النسيج مثلا، فهنا السعر بيختلف من نوع المشروع. كروكي المشروع اللي هو كروكي بيبقى كروكي داخلي وخارجي. المقاول المشروع، لو مقاول عنده خبرة كبيرة، فهنا المخاطب بتاعته بتكون أقل من المقاول اللي هو ما عندوش خبرة. فهنا العوامل دي بتأثر على سعر، إن أنا أحدد سعر الإيه أو سعر التأمين. هنيجي أهو نوع المشروع. أول حاجة إن هو بيختلف درجة الخطورة باختلاف نوع المشروع وباختلاف نوع الماكينات وأعمال التركيبات. فعلى سبيل المثال، تركيب أحد مصافي البترول يتسم بدرجة الخطورة كبيرة جدا عن تركيب ماكينات مصنع منتجات غذائية، حيث كلما ازدادت درجة الخطورة ارتفع سعر الإيه؟ سعر التأمين. تاني حاجة اللي هو مقاول التركيب. إن خبرة مقاول التركيب هي بتأثر في تحديد درجة الخطورة لعملية التركيب. فكلما كان للمقاول خبرة سابقة في تنفيذ مشروع مماثلة أو مشابهة مع مشروع موضوع هذا التأمين، كلما ساعد ذلك على انخفاض درجة الخطورة. تالت حاجة اللي هو تحليل قيمة الأعمال. هنا بيفيد تحليل الأعمال المكتبية أو مكتتبة في التأمين في تقدير درجة الخطورة بالنسبة لكل بند من بنود عملية التركيب. هنا بتزداد درجة الخطورة كلما ارتفع قيمة أي بند من بنود عملية التركيب. النقطة اللي بعد كده، خريطة انسياب الإنتاج على الماكينات. إن تقديم هذه الخريطة في التأمين بيكون على درجة كبيرة من الأهمية في حالة تركيب مصانع كاملة أو إضافة خط إنتاج كامل أو ماكينة إنتاجية واحدة إلى خريطة الإنتاج. وأيضا بيساعد على بيان مدى تأثر أي ماكينة على أخرى وظيفيا. يبقى هنا الخريطة دي هي اللي بتبين لي انسياب الإنتاج على الماكينات، وهل هي بتأثر على ماكينات أخرى وظيفية ولا لا. الجدول الزمني للتركيب. لابد من توافر الجدول قبل المشروع في عملية التنفيذ. ومن الناحية التأمينية، كل ما يهمنا في هذا الجدول هو التعرف على المراحل المختلفة وزمن أو فترة تنفيذ كل مرحلة، ومن ثم بيتعرف على الأخطار بكل مرحلة ومدى كفاية الاحتياجات اللي بيتخذها في الاعتبار لتفاديها. لازم هنا الجدول الزمني للتركيب، لازم هنا شركة التأمين تكون عارفة الجدول الزمني عشان تعرف المراحل بتاعتي، ان انا عندي مرحلة التخزين، مرحلة الصيانة، مرحلة التجارب. كل المراحل دي بيبقى في كل مرحلة ليه خطورة معينة، فهنا لازم الجدول الزمني ده يكون معروف عشان شركة التأمين تعرف الأخطار الموجودة وتقدر ان هي تتفاداها. اخر حاجة اللي هو الكروكي موقع المشروع. هنا الكروكي ده بيبقى فيه كروكي داخلي وكروكي خارجي. هنا لابد من توافر كروكي داخلي واخر خارجي للمشروع في التأمين ضد جميع اخطار التركيب. ان هو بيفيد الكروكي الداخلي في التعرف على الاخطار اللي تعرض لها المنشآت او الممتلكات القائمة والموجودة داخل موقع التركيب. يبقى هنا دي داخل الكروكي الداخلي، بيكون داخل المشروع. اما بقى الكروكي اخر حاجه، الكروكي الخارجي، ان هو بيبين كافه المنشآت والممتلكات المحيطه بالمشروع من الجهات الاربعه. هنا بيفيد في بيان الاخطار المسؤوليه المدنيه قبل الغير اللي قد يتعرض لها المشروع اثناء الايه التنفيذ. يبقى هنا لازم يكون في كروكي داخلي وكروكي ايه خارجي. الكروكي الداخلي بيكون داخل المشروع عشان بعرف ايه الموجود داخل المشروع، والكروكي الخارجي بشوف عشان المسؤولية المدنية قبل الغير. يبقى هنا في عوامل بتأثر على الاسعار، اسعار التأمين طبعا، او مبلغ التأمين. عرفنا اللي هو نوع المشروع، اللي لازم الكروكي، كروكي المشروع، الجدول الزمني، كل ده.
طبعا هنا للاسف الحاله بتاعتنا انتهت. استنوني في الحلقه الجايه هنكمل اللي هو تامين جميع اخطار التركيب. واتمنى لكم التوفيق والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.